تعجلت لكم انتم المغرب كل من يشوفني وكل من يشفق عليا ويرحمني رانا عيت انا بوحدي ما وقف معايا حتى واحد الا هذا الولد هذا اللي وقف معايا بركاته. انا الكحيلي مينا تعاوني ياسمين مهضك مسيره ورئيسه لهاد التعاونيه. التعاونيه حنا بدينا في 2016 وكرينا هاد المحل وصلحته اللي كان ما مصلوح ما والو. بعت عليه الحويجات ديالي ذهبي وهذا الراجل ديالي عطاتو 10 مليون ساهم معايا وصلحنا هاد المحل ما كان ما مصلوح ما والو. درنا ليه الكونترا ديالو درنا ليه الرخصة ديالو المسائل ديالو مع مول الكرا خدامين بخير الحمد لله. ولكن ملي جات هاد الكورونا توقفنا ما عدلناش قدرنا ما تلعبنا لا باش نشرو السلعة لا باش نخلصو الناس لا باش الناس كياكلو عندي هنا وكيشربو الناس أرمالات ويتامى مساكن ما في حالهم شي. ولكن ملي جات هاد الكورونا عندي شي 3 شهور ديال الكرا توقفت. هجم عليا مول الكرا ما تلاش خلاني هنا قال لي تخلصي لي الكرا. قلت له ودي تسلفت مشيت تسلفت من امانه تسلفت من وحده 5 مليون وحده تسلفت منها مليون عطيتهم خلص لي قالت لي شهرين خلصتهم ليه ما عطانيش الرواسه. خلص لي شهر 12 وشهر 1 ما عطانيش الرواسه قال لي تنجيبهم. داد ليا مني هذا رفع عليا دعوه قال لك تخرجي كاع في حالتك من هنا تحيدي هادشي تخرجي. وانا ولدي فين بغي نخرج فين غنمشي انا وهادشي اللي خسرت هاد الفيليسيو اللي درتو هاد الناس فين غادي يمشيو هي تعاونيه. ما قلت تعرفت لمن اتجه ما لا اله الا الله اتجهت ليكم نتوما شوفوا لي شي حل راه انا وقفت قلت له عندي منين غنجيب حتى حاجه والو توقفت ما كاينش كاين لا دعم لا حتى حاجه ما كاينش. هادشي اللي كتب الله واللي درتو الناس مساكن ما في حالهمش باش يعاونوا هادو اللي معايا في التعاونيه موقفين الناس كيتسالوني خرجوا بلا خلاص. كانت عندي هنا 12 مراه خرجوا مساكن عندهم شي كاينه اللي عندها 3 شهور 4 شهور ما تخلصوش خرجوا. بقى هاد الولد معايا هذا كيخدم كرواسه وكيبيع دابا عام هذا ما مخلصش والله العظيم لا عيط لي درك تحول من الدار ديال الكرا مسكين وسمح لي مول الكرا في 3 شهور وتحول لواحد البيت وكوزينه مسكين كرام ب 7000 ريال وكاع هو اللي بقى صابر معايا. وهاد العيالات الاخرين كياكلوا هنا وكي سميتو انا ما تليتش قدرت ودعاني دار لي لي فراغ درك انا تسلفت وعطيتو الكرا ودرت محامي المحامي ما دوش لي الكرا المحكمه من يولو 40 عطيتها دوزتها للمفوض قضائي عرضها على مول المحل ما باش يشدها داها المحكمة عندي التواصل عندي كل شيء. عاد لي جاني دابا الإفراغ قال لي عندك 15 يوم أجل هاي دازت بقات فيها سيمان قال لك خاصك تخرج. فين غنخرج فين غنمشي لا والو ما عنديش ما عندي ماندا ما قارية ما كان كاري ليا محل دار لي جوج محلات قال لك سيدي الكونترا الاولى ملي كنت ما عنديش تعاونيه ملي درت تعاونيه استغلها ما رغيتهاش دار عليا المحل اخر داروا في النهضه واحد انا في الدنيا واحد هو داروا في النهضه واحد الزور صافي ما تليتش لقيت ولدي لا اله الا الله محمد رسول الله. انا اتجهت لكم انتم المغرب كل من يشوفني وكل من يشفق عليا ويرحمني رانا عيت انا بوحدي ما وقف معايا حتى واحد الا هذا الولد هذا اللي وقف معايا. ومره اخرى جات ساندتني حتى وقفت معايا هما اللي تيجروا معايا انا ما عرفت فين ندوز المخزن مشيت ما عطاني حق هادشي اللي كاين وليدي ولا اله الا الله محمد رسول الله الملك سيدنا الله ينصرو
وكاع اللي سمعني وكاع السلطه وكاع انا يحنوا فيا ويرفقوا عليا، كل من شافني وكل من سمعني راه عارفيني كل شيء، 44 عارفيني وعارفين عليا اشنو اش كنكون. انا بغيتها الخير، درتها التعاونيه غير الناس ماشي ليا، ما درتهاش ولدي ليا. انا مرا كبيره عندي 65 عام، كان عندي فليسات درتها التعاونيه زهزتها بلا دعم بلا والو من عندي، باش يخدموا الناس وباش يتعاونوا الناس. كان يجوا عندي، يجوا عندي للدار، راجلي شد التقاعد ما تلاش بغداك الهرج وداك الشيء، مريض بالسكر ومرض مزمن عنده. جيت كريت باش الناس يخدموا، الناس كيتجهوا ليا، كنحسن بيهم شويه ونعطيهم. جمعتهم هنا انت تشوف اش وقع. انا ما بغيت حتى حاجه، انا بغيت غير هاد الناس والشباب تخدم، وكل ياكل شويه، وكل انا اللي حاسه، انا اللي عارفه شنو كاين، عارفه الناس اللي محتاجين، وعارفه الناس اللي ما عندهمش. والله وليدي ما كناكل بالله وهاد العواشير، ملي كنشوف واحد كيتقطع قدامي ولا يجي يوقف عليا ما كناكلش، كنبغي هذاك الانسان ولا داك الوليدات ياكلوا. هاد الشيء كنطلب من الناس ونطلب من الشعب ونطلب من سيدنا الله ينصرو، يشوف فيها التعاونيه وهاد الناس، ويشوف هاد الراجل يخلينا هنا. الكره ديالو راه كيشدو، انا ما كليتش ليه الكره ديالو، عمرني ما كليتو، بعدت تسلفت وكنعطيه، هو ما عطاش، باغيني نخرج باش يخوى ليه المحل. انا صلحته، انا ولادي خسرت عليه 25 مليون، هذا كان خربه ديال العماره الفوق، وهذا كان يلحو فيها غير الزبل. كل من سمعني وكل من شافني غادي يشهد بالحق، كل شيء هاد الناس اللي حدايا وكل شيء كانوا هنا كيلحو فيها غير الزبل. انا صلحت تم الواد الحرب بدلته، وهو راه هو كيسمع، غادي يسمع، وغادي الا كذبت عليه راه هو غادي بيدو. كل نهار كنعطيه مليون كيصلح، هو اللي كيشري الفايانس، هو اللي كيخلص خدامه، هو اللي خلص الصباغه، دخلت الجما كان تعضو، دخلت الماء، كل شيء انا اللي درته، وما شديت لا روسي لا حتى حاجه، ما درت معاه لا مضامنه لا يحيد ليا من الكره لا والو. انا ناويه الخير، درت هذا الشيء خير، وبغيتو يعاوني حتى هو ما عاونيش، ها هو بيخرج كل شيء ويجري على كل شيء. الله يجزاكم بخير وليدي. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.